السلام عليكم. انتخابات العاشر من تشرين الأول الماضي استحقاق انتخابي لطالما انتظره أهالي مدينة الموصل من أجل تغيير واقع المدينة والنهوض بها من جديد عبر وجوه جديدة، ولكن النتائج المعلنة خيبت ظن الجميع، مواطنين ومرشحين وحتى مراقبين للشأن الموصلي والانتخابي، حيث يؤكد الجميع أن هذه الانتخابات احتوت على خروقات وتزوير تسبب في عودة الكثير من الوجوه القديمة مرة أخرى، وصعود آخرين محسوبين على شخصيات متنفذة من الدخلاء على المدينة. فما هو رأي مرشحي المدينة ممن تم إخفاء أصواتهم وفق تعبيرهم؟ وما هو رأي مراقبي الكيانات في سير العملية الانتخابية ومدى نزاهتها؟ وإلى أي مدى عبرت النتائج المعلنة على رأي الشارع الموصلي؟ كل هذا سنناقشه مع الأستاذ عبد الحافظ المولى، مرشح كتلة قادمون للتغيير عن الدائرة الثامنة. مرحبين بك أستاذ عبد الحافظ، ضيف عزيز على البرنامج عن قرب، وإن شاء الله نناقش موضوع الانتخابات. أنت كنت مرشح وبالتأكيد يعني عندك رؤية كما للآخرين رؤية في هذه الانتخابات. أهلا وسهلا بك مرة أخرى. في البدء أحييك وأحيي أخوتي المشاهدين والمستمعين على هذه الإطلالة الجميلة والتي أنتم بادرتم بها لكي أظهر على العلن وأتكلم بما يمليه ضميري أو بما رأيته أمامي أو شاهدته في مسيرتي هذه. أهلا وسهلا بك. سيد عبد الحافظ، تقييمك للانتخابات النيابية اللي جرت بالعاشر من تشرين الأول الماضي، يعني البعض السادة المرشحين اللي استضفناهم كل له رأي، البعض يقول كانت غير نزيهة، البعض يقول شابه التزوير، يعني تعرف آراء محترمة كلها، كل يعبر عن رأيه، ماذا عن حضرتك تفضل؟ أعتقد والكل يعلم أن أمريكا بهذا الجبروت وبهذا الاسم الكبير وبهذه الأساطير والجيوش قد حدث فيها التزوير. فكيف على بلد على مدى 18 سنة أعتقد لم يتحسن به أي شيء، فلهذا التزوير يجب أن يقع غصبا عنا مهما نكون. هذا خير الكلام مما قل ودل، أحسن ما أدخل بمتاهات أنا في غنى عنها. نحن ما لديك تدخل في متاهات. نعم. عندك أدلة يعني ملموسة سمعت من أصدقاء من زملاء من مراقبي كيانات من مرشحين يعني فيما ذكرت بخصوص أخي العزيز؟ نعم. سيدي الفاضل، أنت تعرف أنه أصغر واحد بهم غدا مؤسسة وغدا شيء كبير من خلال المال الذي جمعه من فترة تواجده في البرلمان، فهل من المعقول أنه يتركها بين عشية وضحاها أو بين رمشة عين يتركها لفلان وعلان؟ لا، ما تصير. فهذا تراه يقاتل قتال الأسد في سبيل يضع اسمه في المرحلة الجديدة. لا. طيب، حصلتم على أصوات في دائرة الثامنة، كم حصلت على عدد الأصوات؟ أستاذي الفاضل، حتى لو كنا قد حصلنا على أصوات والكل قد حصل على أصوات، لكن لا تنسى أنا قلت لك في بداية حديثي أنه هناك متسلطين، هناك متنفذين، هناك المال العام، هناك أشياء كثيرة. أعتقد هي كانت الفيصل بين الرجل الشريف اللي يحب يخدم وبين الإنسان البائس الذي يحب أنه يهدم. طيب، يعني بالتأكيد وصلتك أشرطة عدد الأصوات اللي حصلت عليها من خلال مراقبي كيانات ومن خلال والله 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 ولا سألت عليها. ولا سألت عليها، لأن أنا فترة بعد الانتخابات مباشرة صابيت بمرض وبقيت تقريبا شهر ونص أنا مريض، والحمد لله الله سبحانه وتعالى، فما حبيت أنه أدخل بمتاهات أنا في غنى عنها، يعني يكفي اللي جرى علينا وبينا، تعبنا وصرفنا ولكن هي محاولة، يعني إنسان الحمد لله يحاول. هي شغلة الانتخابات أشبه ب لعبة يعني بلاي ستيشن، إنسان يجيد اللعب بها ويجيب لك إنسان تو مبتدئ ومقتبل
مسيرته السياسية، فما راح يعرف، ما راح يصرف ويبذخ ويتعب، وإذا بالأخير كأنك يا أبو زيد ما غزيت، أقعد فلان فاز وفلان فاز وانتهت الشغلة. أنت مو عندك تجربة سابقة بالترشيح؟ عندي تجارب نعم. نعم عندي تجربة. ما استفادت من عدها؟ فأنا كنت مأول، لأنه هاي الانتخابات الأخيرة وشهادة يعني لله، وهذه أنا أحكيها كانت نزيهة للتاريخ، كانت يعني كانت حلوة، ما كانت نزيهة، لكن كانت التقنية مالتها كانت يعني، ولو أجهزة تعطلت، أمور تغيرت، طلعوا موظفين بالمفوضية أبدوا أحاديث يعني ما أنزل الله بها من سلطان وبعيدة عن أرض الواقع، لكن أنا نعم لك وجهة، كان لي أمل أنه قالوا بعثات من الأمم المتحدة راح تجي ومراقبين دوليين و فالناس وكأنه اللي اخترع هذه المقولة حتى في سبيل الشريف والنزيه والبسيط، واللي مبتدئ بالشغلة راح ينصرف يقول لك أنا هاي ما زال الشغلة، راح تجي مراقبين دوليين وراح تجي الناس أكفاء ولهم باع طويل بهذه الشغلة، فإحنا راح نقعد راح أفوز أفوز. وإذا بيها طلعت كلها شغلة لعب بلعب وصار اللي صار. طيب سيد عبد الحافظ، يعني أنت خلال ما قبل الانتخابات بالتأكيد كان عندك جولات علاقات مع الناس، يعني التقيت بالناس، شنو كان رأيهم بيك يعني أو بترشيحك؟ والله أنا بالنسبة لي الكل يعرف أنا عضو ضابط قضائي. أنا مختار، أنا مختار عن منطقة حي البعث وحي المالية. يعني لو هاي المنطقتين مآزريني وناصريني، والحمد لله أنا ربي يشهد أنه ما أتحدث من مدح نفسه فلقد أدى زكاة حمقه، أنا ما أمدح بنفسي، لكن الناس تعرفني وتعرف مسيرتي وتعرف أسلوبي معهم وتعرف، لكن هي محسومة، هي محسومة محسومة. يعني شلون عرفت أنه محسومة؟ يعني محسومة. قبل الانتخابات بعد الانتخابات؟ طبعا قبل الانتخابات محسومة. أنا ذهبت على رجل والله قعدت عنده قال لي ابني بالثامنة راح يفوز فلان وفلان وفلان وفلانة، الأولى فلان 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 فلانة، الثانية بس أنا لكودن أنا على الثامنة خليتها ببالي، وبعد 5 أشهر تحقق كلام الرجل هذا وإذا بيها فعلا فلان وفلان وفلانة، يعني سواء أنه تعبت أو صرفت أو رحت أو جيت أنه هذولا من الأول أسماءهم. طيب ليش ما حاولت أنه تدخل في مثلا كتلة موصلية، يعني حزب من يعني بالموصل حتى تكون يعني ممكن قريب؟ لعبة وانتهت. بعد لا تذكرني بشغلات أنا في غنى عنها، الله يخليك، لعبة وانتهت. يعني إن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. طيب يعني ما كان إحنا أخي بالموصل، أخي الله يخليك، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهج ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ولكن يأكل بعضنا بعضا عيانا. طيب عندك كان أكون مراقبين كيانات؟ ما عندي ولا مراقب كيان، لا أبد. ليش عجب؟ لأنه الكتلة مالي قصرت معنا وما أعطتنا أي دعم. لا. دينار ما أعطونا. لا. رغم ما نصرفنا وما أعطونا دينار. لا. ولهذا كانت هاي الطامة الكبرى. لا. في حين يجيك فلان وعلاني جايب لي 7000 مراقب و20000 مراقب، هذه المفوضية لو عدها ذرة يا أخي والله أسكت أحسن لي، لأنه أنت لما جايب لك 20000 مراقب كيان و7000 مراقب كيان و11000 مراقب كيان، شلون أنت ما تفوز؟ إذا هذول إذا على صوت أنت جايب لك 10000 أو جايب لك 7000، وناهيك عن اللي ناس اللي وراهم واللي أصدقائهم واللي عوائلهم. لا أكو خروقات يعني تعرضت لها مثلا أنت غيرك، سمعت من الأخوة المرشحين الآخرين يعني خروقات بالانتخابات؟ يعني سمعت يعني مثلا ماكو ظهور بصمات لبعض أخي العزيز، اسمح لي، أجهزة توقفات بلغوك بها؟ طبعا التقنية كانت فاشلة، أجهزة توقفت، أجهزة عطلت،
كان العدو الفرز غلط، يطلع لك موظف يعني واحدة واحدة لا سمحت. ايه خلينا نحكي على الأجهزة. يطلع لك رجل من الفوضية قال لك اليوم نسبة المشاركة 10%، بعدين صارت 15%، وبعدين صارت 20%، وآخر شيء نهاية المطاف تطلع نسبة المشاركة 45%، وماكو هيك نسبة. ماكو هيك نسبة. ليش أهل الموصل ما طلعوا؟ يعني أغلب عوائل الموصل ما شاركت في الانتخابات، شنو السبب؟ ما أهل الموصل أخي انصابوا بنكبات كثيرة. نعم. يعني ردة فعل؟ فدحق وقالوا إحنا شلون. أنا قلتها بلقاء تلفزيوني، هم عندنا مثل عند أهل الموصل يقولون بي لما يجي رمضان جاكي العنا يا بطني وجاكي فصل عام الأول. هم راح يجي رمضان ونقعد على السحور ويصير الفطور وجيب الشربت وجيب فنفس الحالة جت الانتخابات، هم هذا راح يوزع بطانيات وهذا راح يوزع مواد غذائية وهذا كذا وهذا راح يصرف وهذا رصيد وكذا، يعني نفس الحالة. وراح هم بالمقابل اللي يريدون الأسماء، لأنه عادة تعلمناها الانتخابات تحدث قبل الانتخابات، الأسماء ترفع إلى بغداد ويصادق عليها وبعدين تحدث الانتخابات وكلها ترتيش وصبر. زين إذا تعرف هذا ليش شارك؟ إذا تعرف هذا قلت لك أنا قلت لك بالبدء أنه أغرونا بكلمات وموعوا هاي الحرارة والجبروت اللي عندنا بأنه راح تجي لجان من بغداد ومن الأمم المتحدة وراح يكونون هم يعني مراقبين دوليين. فإحنا بنينا على هذا الشيء. فلما بنينا على هذا الشيء وإحنا وكأنه الضربة والكرة أمامنا وإذا بهم الملعب ورانا أثاري، إحنا كلنا توجهنا على المراقبين والمراقبين راح يجون وإذا بهم هيلعبون وطبخاتهم طبخات. شفت مراقبين كانوا مراكز انتخابية؟ نعم. مراقبين كانوا موجودين من رحت أدليت بصوتك أنت وعائلة؟ نعم كانوا مراقبين موجودين. لولا وجود المراقبين لما فاز فلان وعلان، حتى بالموصل عندنا اللي لا ما حد يعرفه ولا حد يعرف اسمه ولا له أي باع ولا له أي حديث بالسياسة. وأنا لا تقول أني سياسي، لا بالعكس، أنا رجل ناشط مدني، أحب مدينتي، أحب أهلي، أحب أخدم، أحب أقدم خدمة لهاي الناس. لكن سبحان الله ما حالفني الحظ، وإن شاء الله لنا صولات وجولات إن شاء الله. يعني هو الكثيرين ما حالفهم الحظ لأسباب يعني تعرف، فهذا ما يثلم يعني الإنسان الوطني اللي يحب يخدم. أكو مجالات أخرى ممكن يعني يخدم بها بلده في أماكن أخرى، وهي بالأول والأخير هي حظوظ. يعني إحنا إن شاء الله نتأمل من السادة الفائزين أن يكونون خير عون لأهلهم في المحافظة. لا الله يخليك. نينوى أخي تعبانة. لا. يعني نينوى على مدى 5 سنين فندق مثل البشر ما عدا. أنا على مدى 2 سنين ويسمعوني هاي الناس تسمعني كلها، منظمات المجتمع المدني، أكبر منظمات المجتمع المدني يجون عندي ينامون عندي بالمضيف مالتي. نعم. يأكلون ويشربون بفضل من الله سبحانه وتعالى عندي. الحمد لله. لأن ما عندنا فندق. نعم. يحتويهم. نعم. وهاي برمضان آخر شيء، هذا رمضان اللي راح 28 واحد يمكن جو من بغداد من منظمات المجتمع المدني، واستعانيت بالأخ رائد القس رائد، خبرته قلت له هذول منظمات المجتمع المدني ويا ريت تجيني وتعطر بيتي وتعطر هاي الجلسة. قال لي أجيك، قال لي رغم ما أنا متوعد 1000 موعد بس والله أجيك. إذن أخي يعني لحد الآن عندنا جسور تعبانة، يعني لولا هذا الجسر يمكن لو ما شوية استاد نجم الجبوري والله يحفظه ويبارك بعمره والملحة ماله اللي كان حتى نحن ناس نسينا ومهمشين. إلى متى أخي؟ يعني قلت لك على مدى 5 سنين تقدر تعمر لك بلد كامل، بلد كامل، ويعرفون حق المعرفة أنه هذه دخل عليها داعش وأخذ ما أخذ وقتل ما قتل وسبى ما سبى وعدم ما عدم ودمر ما دمر. لازم كان الحكومة المركزية أول ما تبدأ كان تبدأ بنينوى وتبنيها وترجعها حتى تثبت للعالم بأنه هي صاحبة مصداقية وصاحبة مسيرة صحيحة. لكن إحنا لحد الآن نجلس وشوف عما تعبر الجسر يراد لك 1000 موال وموال. لما انت تروح تمشي بالشوارع، شوارع تعبانة، شوارع هلكانة، لو ما هسع شوية يعني عندنا الوحش
الله يحفظه عبد الستار حب وبدأ شوية ركضة ركضة مع الرجل صاحب همة صاحب قوة صاحب جأش صاحب مسيرة عنده اطلاع بالأمر. ولهذا ساعة شوية بيّنت الموصل بدأت تأخذ مداها وبدأت يعني أكو بوادر إن شاء الله إعمار. نعم 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 قلت لك يعني الرجل نعم. الرجل نجم الجبوري شمر عن ساعديه وترك أي سافل مكرم سامع يسيء إلى نينوى أو يكره نينوى أو بدأ وأعطى عهد لنينوى بأنه تعود مثل كسابق عهدها مثل العروسات الموجودة بجنوب العراق. وإذا به تركنا وراح وكأنك كلمات كانت سراب يحسبها الظمآن وماء. وإذا به راح وتركنا وهسه على استاد نجم الجبوري دق رجله وخلى ايده على الموضوع المطار ان شاء الله ان شاء الله في قيد الاعمار رغم ما انه به تلكؤات من اصدقائنا ومن احبابنا ومن معارفنا لكن ان شاء الله راح نتعداها لهذه المرحله ونركب الموجه الجميله الحلوه اللي بداها الاستاذ نجم الجبوري وبعض من الطيبين بنينوى. طيب ماذا عن المستشفيات؟ المستشفيات ايضا تعاني. المستشفيات اخي نحن في واد وهم في واد اخر. المستشفيات عندك هذا معمل الادويه. نعم. هذا معمل الادويه والله العظيم يعني شيء يقزز النفس وكلمات اذا احكيها يندى لها الجبين. يعني كم موظف بموظف كان هسه هذا يشتغل يستوعب كثير ويدر النينوى ويدر المحافظات ويدر يا اخي مصلحه وطنيه يا اخي احسبوها من اي باب انه لما ترجع لك مول او ترجع لك دكان ايش قد ناس راح ترتادوا ايش قد راح ناس تستفاد منه. فكيف اذا معمل مال ادويه معمل مال البسه جاهزه يمكن لحد الان بجهود المدير مالته والموظفين رجع شوية ينتج يمكن 40% 50% خاوليات ما خاوليات وشغلات يمكن أخاف لا أحكيها ويزعلون علي. لا ما إن شاء الله ما حد يزعل عليك. إضافة إلى يعني نينوى هذه العروسة الجميلة اللي أغلب الشعراء تغنوا بها وقالوا عنها الكثير هذه سلة العراق الغذائية. هو أريد أسألك على الزراعة الواقع الزراعي. سلة العراق الغذائية اللي ما لا زراعة سلة خبز العراق. نعم. إحنا هسا وين وزير الزراعة مالتنا؟ ما بس إحنا ما بس على الموصل أخي ثلاث مقومة زراعة صناعة تعليم ثلاث مقومات بأي بلد أي بلد تريد تقومه ابدأ زراعة صناعة تعليم. نعم. إحنا لا زراعة ولا صناعة ولا تعليم. نعم. هسا على الطفل يقعدوا ببيته مجرد حراسة يقعد على الرحلة ماله يحرس الرحلة ماله يحرس المقعد حتى في سبيل نثبت للعالم بأنه إحنا دنواصل المسيرة ودنواصل التقدم والثقافة والعلم. إحنا طالبنا دي قاعدوا بالبيت يجي يوم على المدرسة وسبعة أيام ست أيام هو قاعد بالبيت لا يعرف الدنيا وين رايح. دوام منتظم موجود دوام منتظم. لا أخي لا تقولي دوام منتظم دي دامون يومين وثلاث أيام أربعة أيام قاعدين بالبيت. لا الله يخليك ما يخالف. من هنا أوجه رسالة للحكومة المركزية والمحلية خلي يرجعون دوام منتظم حتى الطالب منا يعيد ويطلع مثل ما احنا درسنا وثقفنا وتعلمنا. ندخل المدرسة الصبح ونطلع الظهر على مدى أسبوع كامل لا سبت ولا جمعة ولا مدري ايش. واحنا تعال اليوم هي السنة 365 يوم ونحن الأعياد بيها يمكن 300 وبس 65 يوم نداوم. الله يخليك عبد الحافظ. استاذنك بفاصل بعدها نكمل الحوار. خذ فاصل مش هذا كلام فاصل وقصير ثم نعود. شاهد الكرام أهلا بكم من جديد. سيد عبد الحافظ رحب بك مرة أخرى في عن قرب. سيد عبد الحافظ حكيت على التعليم وعلى الواقع الزراعي على الواقع الصناعي أيهما أكثر تأثيرا يعني على المواطن؟ طبعا ثلاثتهم تأثيرهم قوي. لولا الزراعة لما عاش البشر. يعني أنت إلى متى إحنا نظل نستورد 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 كنا مدينة
كنا مدينة يعني زراعية وتصدر محصولها إلى الخارج، كنا مدينة صناعية وهم بعض الشغلات نقدر نصدرها. هسا احنا على معامل جبارة واقفة، ليش نستعين بأربيل؟ ليش نستعين بالجنوب؟ وليش نستعين ليش ما هاي الموصل أقله هم مردودة يكون للشعب العراقي؟ يابا ما أريد كل شيء، رجعونا هاي المعامل اللي عندنا، سواء أنه كبيرة عندنا معامل حتى قطاع الخاص لحد الآن يعانون أخي، يعانون يعني ماكو تريد لك واحد نفتقد إلى التخطيط؟ طبعا. ما أنا أخي العزيز، إذا خططنا صحيح أخي العزيز ممكن يعني أخي العزيز الأمور تصير أفضل. أخي العزيز إحنا على مدى 18 سنة يعني قلت لك لا اهتمينا بالزراعة ولا اهتمينا بالصناعة ولا اهتمينا بالتعليم، ولهذا إحنا أصبحنا نرجع مثل يا ربي أنت أرحم الراحمين، هذا المثل اللي يقوله الناس لي ورا ما أقدر أقوله لأنه أخاف أم يزعلون علي. فأخي العزيز إحنا لو كنا اهتمينا بالزراعة والصناعة والتعليم لكان بلدنا انتعش، بلدنا أصبح غير بلد، بلدنا أصبح يضاهي الدول العالمية أقله العربية اللي إحنا هسا نبكي بدموع على التقدم اللي وصلوه بعد ما إحنا كنا أعلى منهم مرتبة وكنا أعلى منهم مرحلة وكنا أعلى منهم ثقافة، مع احترامي لل، لكن هسا أصبحنا إحنا آخر الناس والناس تضحك علينا وتتصدق علينا، لأنه ما أعرف أريد أفتهم أنه أنا عدنا ألم يكن لدينا رئيس دولة؟ ألم يكن لدينا رئيس وزراء؟ ألم يكن لدينا وزراء مختصين بهذا بالشأن العراقي؟ لا والله، يعني وصلت المرحلة أنه الوزارات صايرين مثل مول، واحد يبيع للآخر شغلات في سبيل يمشي أمره بها. وهذا حال بلد، وهذا حال بلد. طيب يعني نينوى أيضا تعاني من مشكلة كبيرة أيضا يعاني منها الناس، هي أزمة السكن. يعني أزمة السكن حادة، تشوف مثلا 3 عوائل في بيت واحد. أخي العزيز أزمة السكن، أزمة الوقود، أزمة الدولار، أزمة المواطن. المواطن هذا شي يريد من الحكومة ماله؟ شي يريد؟ عيش آمن؟ والله حتى بعد ما يريد سكن يقول لك بس خليني أعيش بسلام وبأمان وبس شوفني الأمان أو سمعني شي عن الأمان، ما أريد منك شي. روح يا أخي بوق. وصلت المرحلة أغلب الناس يقول لك يا أخي أنت يا سياسي شو تسوي؟ سوي بس ابني لي أمان، بس رجع لي أمان، بس عيشني بأمان. أنا أريد أشوف طفلي أحسن مني، ما أريد أشوف طفلي أنا يموت قدامي وأنا أضحك عليه. لا ما لا غذاء لا دواء. وإلى متى؟ إلى متى؟ هذا الدولار كسر ظهر الناس. العلمك أكو ناس والله ده تتعشى ما تتريق، والله العظيم والله ده تتريق ما تتغدى، والله العظيم. وهي مردودة عليه من على الكل، يعني ارتفاع الدولار على المدرس، على الموظف، حتى على ابو المطعم. تعال ابو المطعم شو يسوي اذا كرتون الدجاج كان ياخذه مثل ب30,000، كرتون الدجاج مثل اللي نفرض صار ب60، ضعف. شو يصغر بالمطعم؟ الصحن، الماعون، يصغر اللحمه، يصغر التمن؟ ما يصير. اذا مردوده على الكل. اخي هذه لعبه واحبال نزلت على هذا البلد انه ما حد مرتاح. وقلت لك والله العظيم لا رئيس الجمهورية مرتاح ولا رئيس الوزراء ولا الأعضاء ولا الكل ما مرتاح. ليش؟ ما حد يعرف. أريد منقذ، أريد منجد، أريد إنسان يطلع يقول لك يابا تعالوا راح نخلي النقاط على الحروف، ترى بلدكم بحاجة إلى كذا 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 كذا، حتى المواطن يصل للمرحلة يقتنع بيها أنه أكو ناس. دقيقة، هذا الرجل فتح حلقه، هذا الرجل وقف بين مع كانوا متقاس، يعني شلون نقول لك نايمين ومتقاسعين، متقاسين قاعدين خايفين، واذا بهذا الرجل وقف قال يا ابو دقيقه هذا البلد يراد له كذا كذا كذا، يراد له مفاتيح، يراد له ابواب، يراد له كذا، يراد له تصليح، اريد هيك بشر. قل لي ده ياخذون رواتب، ده ياخذون مخصصات، وما يستخدمون ماي باك جيبي في امان الله. الله وياك عبوسي، هذا بلدك. طيب يعني انا اعرف انت عندك شعبيه، عندك علاقات مع الناس كثيره، يعني كنت تتعول عليهم بهاي الانتخابات؟
حتى لو أخي أنا قلت لك حتى لو كنت معول عليهم. أنت لا تقول لي أنا أريد كلام جديد. إيه لا لا أعرف 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 أخي أنا قلت لك الانتخابات كانت لعبة 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 أجادوا بها يعني يعرفون الخفايا والزوايا ويعرفون ال ال يعني الانتكاسات. يعني نطلع نطلع أصوات عالية بالتأكيد ما تقول لعبة. أنت لو نطلع أصوات عالية لا يعني كان لا كان تفوز لا لا باختبار حتى لو كنت طلعت أصوات عالية وشفت ناس مظلومة غيري والله العظيم ما أقول لعبة. لا لا أستاذ ناصر الله يخليك هاي أنت مو لحد الآن ناس تقدم الطعون دي الله أتحدى واحد يأخذ حق مقدم طعن. تعرف ليش؟ أولا المفوضية ما تقدر تنطي أي حق لأنه من انطت حق لأي طعن راح تهروك شق موظف بالمفوضية وتقيدهم إلى محكمة. يعني الناس انتخبت فاز من فاز بماله السياسي بجهوده بناسه بربعه مبروك على اللي فاز. برأيك يعني راح يقدمون شيء لنينوى إن شاء الله لأن بيها ملفات كثيرة بيها مشاكل؟ ما راح. ليش هذا التشاؤم؟ ليش ما تشاؤم؟ لأنه أخي هم وصلوا المرحلة أنه فازوا بغير وجه حق أو شرعي. بس بيهم عملوا يعني يكونوا نواب سابقين فازوا بس قدم الجمهور وقدم الناس. الله يخليك الله يخليك. احنا الأول المرجعية حفظه الله ورعاها بدأت بمقولة المجرب لا يجرب صح؟ لا. وإذا بينا احنا رجعنا على نفس الطاسة ونفس الحمام ونفس الأسماء بس برزت وجوه جديدة بهالانتخابات. برزت وجوه جديدة وأتحدى الوجوه الجديدة من هذا المنبر إذا قدرت تسوي أي شيء. نعم. لأنه هذا يرادوا شنو واجب البرلماني؟ أستاذي العزيز أنت مرشح العفو واجب البرلماني رقابي تشريعي سيدي الفاضل يراقب ويشرع. أنا بحكي لك سالفة. أنا لم أكن سياسياً في يوم من الأيام وعمري ما قلت أنا سياسي وهي الناس كلها تسمع حسي. أنت كنت ناشئ. أنا تعلمت السياسة عن طريق صديقي أستاذ زهير كان يتحدث أمامي وأخذ منه كلمات. تعلمت السياسة عن طريق زميلي محمد غصوب تحياتنا له. أنا أخذ منه لكن أنا ما أكون سياسي وأتحدث بكلمات. السياسة فن ما كل واحد هذا يراد واحد ملبلب فن الممكن مكرم سامع ملوق يجيد الحديث بهاي الشرط السياسة. لا. فأنا لم أكن سياسيا في يوم من الأيام بقدر ما أكون ناشط مدني أحب بلدي وأحب مدينتي. لا. وأحب أن تكون نينوى كسابق عهدها أيام ما كانت جميلة وعروسة وحلوة ومهرجان الربيع كان يجملها ويعطرها ويرتبها لكن مع الأسف. نعم. والمواطن ايش يحتاج من عضو مجلس النواب حاليا في نينوى؟ مصداقية. نعم. المصداقية. نعم. كل كلمة قالها رجل البرلمان. نعم. والذي كان في عداد المرشحين. نعم. يجب أن يصدق بكلامه. نعم. وإلا يقاد إلى محكمة حتى. نعم. ويقاد إلى إهانة ومسبة. نعم. لأنه هو لمن أقسم قسم يمين بأنه يفيد نينوى يفيد أهل نينوى يفيد المواطن وإذا بي لمن يفوز يجمع أوراقه وشغلاته ويكسر السيم كارتات ماله وينطلق إلى بغداد أو إلى عمان أو إلى الشمال ويترك أهله وناسه هذه ما من الرجولة وما من المروءة. ما كان عندك مكتب يعني تستقبل به؟ لا ما كان عندي مكتب لكن داري كان مكتب للناس. كان عندي حديقة خليت بيها كراسي وخليت بيها يعني شغلات وأقعد وأستقبل الناس وأستقبل العالم. نعم. المحبين الأصدقاء. نعم نعم نعم. طيب كيف كنت تدير حملتك الانتخابية وحدك؟ بصراحة والله العظيم أنا غلطت أنه شاركت بالانتخابات. نعم. بس لما وصلت المرحلة أنه لازم أواصل بعد عيب أتراجع فبقيت. ليش ندمت؟ ايش عجب يعني؟ ندمت لانه اولا احنا كنا على قادمون للتغيير الكتله اللي قادها شباب بمقتبل عمره اخويا وصديقي وزميلي
وأنا لما رحت في بداية ذهابي إلى بغداد أول مرة أروح، قالوا لي دعم مادي ودعم معنوي ودعم دعم دعم، وكنا أنه بنينا على هاي الكلمات اللي هم أطلقوها، ومن عظمة لسانهم. إحنا ما أنا ما لا أصدق أكو مرشح يقدر يجبر، قلت له أنه لازم تنطيني تأكيد بقدر ما هي، تقول له أخي تعال إحنا أبوابنا مفتوحة، قلوبنا مفتوحة، جيوبنا مفتوحة، تعال اقعد أخي شو تريد كذا، تمسك أخوي تروح اشتغل. لكن إحنا كنا نتأمل اليوم وباكر وبعد باكر، وبعد ما تطلع المصادقة، وبعد ما تطلع المدري إيش الأسماء، وظلينا 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 وفات ما جواتنا. ومع الأسف مع الأسف حتى المس حتى الدعم دعموا بعض مرشحيهم اللي كان لسانه طويل أو هجم عليهم تهجم عليهم بكلمات رنانة شوية وشوية ها بين انطوع على 5 ملايين 5 ملايين. لا وأنا والله أنت كنت الوحيد من هاي الكتلة مرشحين ولا معك أحد؟ لا عندي معي حشون عندنا. لا عندنا ما أطلق لا أطرق لأسماء. لا لا إحنا ما نقدر يعني قصدي حتى أعرف العدد. عفى الله عما سلف. لا. انتهت الشغلة وكل شيء قاعد بمكانه، واللي فاز أنا من هذا المنبر أقول له شايف ألف خير وإن شاء الله تشتغل بما الله يأمر إن شاء الله، يعني يرضي ضميرك ويرضي قلبك ويرضي عقلك، وتقله تفيد أهلك وناسك وتفيد بلدك. طيب السادة اللي فازوا بالانتخابات غلقوا مكاتبهم؟ سمعت أنه غلقوا مكاتبهم وبقت مفتوحة. طبعا ماكو ما إحنا هاي تعلمناها أخي الله يخليك. أكو شغلات إحنا على مدى هاي السنين يجي صاحب الشغلة يجي جاب له 5 قنبات، أجر له بيت، جاب له ميوزة، جاب له 10-15 حبر مشية، جاب له كم عقال، جاب له كم شيء خطية، فوتهم جوا ددد أكل شرب سوالف على أساس مؤتمرات، ومن خلصت وفاز غلق المكتب وفي مال. لا انتهت الشغلة. شو تريدوا؟ شو تريدوا يفتح المكتب على مدى 4 سنين؟ وهي من 7 المستحيلات. مو واجبه ومو ابن الدائرة حتى من أن يحتاجوا أروح إلى مكتبه وعندي فلان مشكلة عندي فلان معاناة، حتى يعني قل له اتصلوا عن طريق موبايل عن طريق إن شاء الله اليوم أنا أخابرهم أحكي لهم هاي الشغلة مالتك إن شاء الله إن شاء الله. أخي الله يخليك الله يخليك. بلد تعبان، بلد هلكان، بلد يا أخي قلت لك يعني أنت تعيش بركة بالخيرين إن شاء الله يعني الله يحفظ الخيرين. بس أخي أنت اليوم إحنا اليوم خلي فكرنا وعقلنا، إحنا مسكنا بناء البلد يا أبو تعلمني لي إنسان يا أبا، إحنا أخطأنا ببناء إنسان. شميل إنسان. ثلاث سنين أكل كرتون وأكل بزازين وأكل مدري إيش وأكل أكل شتى أنواع الشغلات عن طريق دخول داعش. أنت ومن كنا أنا كنت ببغداد والله أبكي على نينوى. أنا لما تطلع أغنية على نينوى والقرآن دموعي تنزل بعيوني، أريد أرجع على أهلي، أريد أبني، أريد أعمر. وإذا بي رجعت من 360 درجة زاد الطين بلة. داعش طلع ما أخذ قرآننا، داعش طلع ما أخذ طبيعتنا، داعش طلع ما أخذ رجولتنا، ما أخذ كرامتنا، ما أخذ الشمخرة اللي عشنا بيها عن طريق أمنا وأبونا وبيتنا. لا لكن إحنا نعوجنا. ليش عيشوك بحرمان؟ طيب انت عيشوك بحرمان حتى 24 ساعة، هذا طويل هذا قصير هذا فلاشي هذا سني هذا شيعي هذا، يا اخي هذه فرق تسد درسناها احنا من قبل. احنا انا خريجة 83 84 سادس ادبي وتأهلت الكلية بكلية الفقه بالكوفة، درسنا احنا فرق تسد ولحد الان يستخدموها، لكن باسماء جديدة كلمات جديدة شغلات جديدة بأساليب جديدة. طيب أنت كناشط مدني ورجعت المصل ما شاركت مثلا بمساعدة أهلك شون؟ أنا انتميت للجنة يعني كمال الله مجتمع مدني، لجنة الحكومات التابعة لرئاسة الوزراء. نعم. واشتغلنا شغل حلو وأبدينا مساعدات شغلات قوية والحمد لله كانت مؤتمراتنا ولقاءاتنا واجتماعاتنا. نعم. كلها ناجحة. ساعدت الناس بشيء؟ ساعدنا نعم سلات غذائية على مدى نعم. على مدى سنة ونيف احنا نوزع سلات غذائية. نعم. والكل تعرف. نعم. وبكل يعني بكل المكانات. نعم. يعني عندنا حتى بالأطراف
يعني عندنا محلبية، عندنا مطلع بر، هي نفس اللجنة. نعم. إيه. فكانت الحمد لله يعني لها بوادر ولها أطر ولها، وكان الناس اللي يقودونها كانوا حلوين، أغلبهم دكاترة ولهم باع بالسياسة ولهم باع بال يعني بهاي الشغلات مال منظمات المجتمع المدني. نعم. طيب منظمات المجتمع المدني بها يعني شباب شابات يعني عملوا وقدموا لأهلهم بالمدينة القديمة يعني غير مكانات، قدموا الكثير هؤلاء الشباب، يعني رأيك شو يعني نشاطهم خفت في هذه الفترة؟ سيدي الفاضل، نعم. في البداية أي نعم اشتغلوا شغل، قدموا كثير. نعم. قدموا الكثير الكثير، ساعدوا، قدموا معونات، بنوا بيوت، عمروا شغلات يعني في سبيل أنه قدر الإمكان. لكن بعدين هسه وصل الناس وصلت المرحلة لما تقول له منظمة يقول لك لا أخوي لا، هذول مجموعة حرامية. الله يخليك جاي. احترامنا إيه لا، مع احترامي للطيبين، لا لا لا، احترامنا للمخلصين واللي مع احترامي للطيبين المخلصين. هم الناس وصلوا المرحلة يقول لك هذا أبو المنظمة انطوه كذا، صرف كذا وخلى بجيبه كذا. ليش؟ من أمن العقاب أساء إيش؟ أساء الأدب. أي موظف من أي دائرة سواء صغيرة أو كبيرة، يعني حتى كبيرة بأي شيء، لما دا يسمع عن بغداد ما بيها أي مصداقية أو أي شيء صحيح، أو كله يقول لك جيب ربعك والحق ربعك، ماكو معاملة تمشي إذا ما تأدي، ماكو شغلة تمشي إذا ما أنت لازم تقدم. لا. فهذا شلون تريد يشتغل؟ سيد عبد الحافظ، هذا اتهام للكثيرين. يعني ما اتهام، أكو ناس تعمل مخلصة للبلد، تروح تراجع، ناس تقدم لك يعني. يابا أخي الله يخليك، تقصد أكو روتين أكو بيقراطين. نعم. أنت عاد تحكي لي هاي الشغلة. نعم. هسا لو أكو ناس، لو أنت أكو ناس مخلصين الأصحاء، كان 4 سنين 3 سنين انتهت هاي الحقبة وبدأوا بعد 3 سنين بنوا. نعم. يعني على مدى 15 نعم. سنة، على مدى 17، على مدى 10 سنين. نعم. كان بنوا. لكن اخي انا 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 وانت واحد دا يخون الله، واحد دا يؤذي الله، زين ما صارت ثقافه العفو؟ يعني انه كل من العفو في موقع مسؤوليه يعتبروا انه يسرقوا كذا، يعني مو اكو ناس مخلصين، اكو ناس تعمل، اكو ناس تحب البلد، تحب ما هي قالها المصري، ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجه. اكو خيرين، يعني احنا ما نريد نغمض اخي حقا. اخي ما نقول الكل اخي، هسه عندنا مدراء فروع أو مدراء دوائر. نعم. يخاف من أي كلام. نعم. يخاف من أي مساعدة، يخاف من أي موظف. نعم. يخاف يفوت على الدائرة لأنه يخاف على مكانه على كرسيه ولا يروح. نعم. وما الكرسي ما يهم، لكن وكسة عليه اسم وشخصية، يقول لك لا يعايروني أو يطلعوني حرامي أو لا يطلعوني باب أنا في غنى عنه. نعم. الله يخليك. أنت لازم تقدر الظرف. نعم. أنت لما تحكي لي تقول لي بلد وبلد، هذا البلد لو صحيح بلد كان سنتين سقط الطاغية صدام حسين معاك. أي نعم صح، طاغية دكتاتور. لمن أنت تتحدث عن الطاغية والدكتاتور غير أنت من الثقافة ومن الأدب اللي تحمله أنت تجيب لك إنسان أحسن من الطاغية وأحسن من الدكتاتور؟ ها؟ زين إحنا وروحنا سعيد جبنا أسعد، احنا سوينا احنا طلعنا من المستشفى وطبينا مركز صحي. مش هذا كلام فاصل وقصير ثم نعود. مشاهدي الكرام مرحبا بكم من جديد. سيد عبد الحافظ رحب بك مره اخرى في عن قرب. سيد عبد الحافظ، يعني بعد الانتخابات هناك اطراف رفضت نتائج الانتخابات، يعني من وجهه نظرك كمرشح كناشط مدني كشخصيه وطنيه كيف تقيم هذا؟ والله انا يعني اوجه لهم رساله واقول لهم خلوا المر جوا والحلو فوق. اخي اقعدوا ببيوتكم، انتهت لعبة وانتهت، خلي قاعد ببيت. والله لا يقدم كل شيء ولا يقدم. قلت لك كانت انتخابات بهلوانية، انتخابات
ملؤها السقم واليأس والحرمان والكآبة. عرفنا عرفنا يعني الكل كانت تعرف والله أي مرشح كان يعرف أنه راح يفوز، وأي مرشح كان يعرف أنه راح يخفق وما عنده أي فوز بهاي المرحلة. يعرفون حق المعرفة، يعرفون. وأتحدى واحد يقعد قدامي يقول لي أنا كنت ما أعرف. طيب يعني حتى اللي اعترض قدم شكاوى أو طعون للمفوضية عذرا للقضاء، رأيك أخذوا بهذه الطعون؟ مستحيل مستحيل يا أخي، والله العظيم أخذت 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 حيز كبير هاي الشغلة، وراح ترجع تتلبلب وتنتهي. تدخلوا بها أطراف كبيرة وأصحاب نفوذ وأصحاب مال دخلوا بها، ولا أصدق لا أصدق يعني راح يحصلون شيء. مستحيل، انتهى انتهى. أنت لما انت تحصل شيء راح تطرق أبواب الفتنة على كل المرشحين. راح يعني أكو ناس فاز وقعد أخذ منصبه وأخذ مكانته، تقبل تنزله وتقول له تعال يابا ترى إحنا غلطنا ترى بالعدو الفرز، تعال أخوي هذا ما استحقاقك انزل وخلي فلان يطلع. هذه ما تصير ما تصير. لكن زين وقد يكون تصير. لا. لأنه بلد مهيأ لكل شيء. بلد أرضه خصبة لأي خربطة ولأي طرقعة. زين ليش ما يصير عدو فرز يعني حسب مطالبات بعض الكتل؟ يعني يصير عدو فرز ويبين. الله يخليك، هذا أنا بالنسبة لي مبتدئ بالكلمات، وأعتقد أنا سياستي تكون جدا جدا ضعيفة. لكن تعال شوف اللي بالتلفزيون اللي عتطلع الحديث وسوالف والمهاترات والمشاحنات عتطلع، يعني ماكو سياسي ما أبدأ رأيه وأبدأ كلماته. فأنا كلماتي راح تكون مجرد ذرة. يا أخي الله يخليك، خليها، انتهت الشغلة انتهت. احنا علينا هسه نريد نبني نينوى، نريد ترجع نينوى، ما نريد بعد لا انتخابات ولا نريد. اللي يفوز الله ان شاء الله يحفظه، وانا اوجه لهم رساله من هنا ان شاء الله الله ينصرهم والله يحفظهم والله يقدرهم على فعل الخير والله يقدرهم على انه يمتازون المصداقيه. حتى هناك تظاهرات من قبل بعض الاحزاب موجوده حاليا يعني اعتراضا على نتائج هذه الانتخابات، يعني اكو يعني مطالبات بإعادة الانتخابات ويعني تستمر الحكومة الى 2022 حزيران المقبل. برأيك راح يؤخذ بهذا؟ ممكن تعاد الانتخابات لو عندك رأي اخر؟ لا هذه ما تعاد الانتخابات، هذه كلمات وخزعبلات ما تدخل بالعقل. نعم. المفوضية صادقت على كل شيء وعلى تقصد على النتائج. انتهى هذا الباب، يسد أنا برأيي يسد ولا يفتح. لا. ولا نأجج صراعات ولا نأجج بعض الكتل وبعض الأطراف لدخول معترك سياسي والله ساحة احنا في غنى عنها. الله يخليكم. لا. الباب انسد مع الانتخابات. لا. وهاي مع المظاهرات ومع المظاهرات هذه أخي هناك كتل وهناك أحزاب متسلطة ومتنفذة عن طريق المال السياسي وعن طريق تواجدهم وعن طريق أسمائهم يقدرون يتلاعبون يريدون يجيبون. يعني هسه أنا دا أبني بيت أروح على بنا يقول لي أنا أطلع بيومية بستين ألف، واحد يقول لي بسبعين، واحد يقول لي بثمانين، أجي على واحد يقول لي بعشرين أقول له تعال ابني أنت أبو العشرين تفيدني. على عمال نفس الحالة، أخذ لي عامل أبو 2000 و3000 أشتغل بيت. ما أروح على واحد يقول لي أنا أخذ يومية 100 ألف. أو أجي على عاملي أخذ يومية يريد له 15 ألف. فهذه الأحزاب والكتال وهذه بعض الأطراف اللي دا تحاول أنه تعبث بهذا البلد ومعتبرته كرة، متى ما عجبها دارت الكرة على ملعبها، ومتى ما عجبها دارت الكرة على ملعب اللي مقابلها. فتريد ناس على قد ايديها. سواء أنهم مرشحين، سواء أنهم مدراء دوائر، سواء أنهم مدراء أفرع، يقول لك هذا نقول له تعال يجي برمشة عينه قدامنا. في حين يمكن إذا نقول له زيد من الناس تابع لفلان كتلة تعال يطول ثلاث أيام عما يجينا. طيب معايا سيد عبد الحافظ، يعني نينوى
انتهت الانتخابات في نينو وكل جميع العراق، انت واحد من المرشحين، شو اللي استفاديت من الدروس اللي بهذه الانتخابات؟ شو الدروس اللي استخلصتها؟ والله اخي نينوى كانت دوميه مع الاسف بيد الكل. لا. ما حد رحمها. انت شو استفاديت من هذه الدروس؟ انا ما كل شيء، انا لا تقول لي استفاديت، انا من هذا البلد ما استفاديت. لا لا كدروس يعني، انا من ادخل في غمار معترك معين. اذا اتحدث عن الدروس وعن هذا، اذا انا راح ادخل بمع احنا لا ما نريد تدخل، احنا ما نريد تدخل بالتاكيد يعني. خليني عندك، انا ما مستفاد كل شيء من هذا البلد. مستفاد انه على شوف اهلي وناسي، واقدم خدمه لناسي، واقدم معروف لناسي، واركض. مستحيل يجيني رجل يدق بابي واقول له لا. هذا اللي اعرفه انا بهاي حياتي. مستحيل انسان يخاني واقول له ما اقدر. مستحيل على الموت اروح بس في سبيل اناصر المقابيلي. وكان الله يحب المحسن. طيب نينوى ما تحتاج كتله يعني سياسيه قويه بعد ما جرى؟ يعني اكو شخصيات تعتقد راح تكون هذه الكتله بالانتخابات القادمه؟ عندنا شخصيات جميله وعظيمه وتستحق ان اقول عنها عظيمه، لكن تخاف من الواقع اللي نعيشه. تخاف من الظرف اللي نعيشه اليوم. الظرف لا مالي ولا مالك، تشوفها بعيده يعني. شوفها بعيده عنه. ايه ما يقول لك اخي الله يخليك، متى ما هدأت الامور، متى ما وضعت الحرب او الحروب اوزارها، ولا تقول حرب بالعراق لان حروب كل محافظه بياسها حرب. كل محافظه بيها حرب. فمتى ما وضعت الحروب اوزارها، انت تقدر تنشأ الناس الطيبه، تنشأ الناس الخيره اللي تحمل معروف، تحمل انسانيه، تحمل ضمير، تحمل عقيده، تحمل حب لهذا البلد. تقول لك دقيقه اخي، انا جاء دوري حتى في سبيل ابني وعمر. لطالما بعض الاصوات النشاز سكتت واندارت عن الساحه السياسيه اللي بنينوى ان شاء الله. طيب السيد عبد الحافظ، كلمه اخيره، شو تريد تقول؟ كلمه اخيره، نحن احق من غيرنا بنينوى. لان نينوى لها ناسها، ولها مثقفيها، ولها ابطالها، لها علمائها. نينوى هاي اللي لها باع كبير بثقافه كل دول العالم. اغلب دول العالم هسه تعتمد على الرجل اللي يجي من نينوى ويجي من الموصل. السيد عبد الحافظ المولى، عضو كتله قادمون للتغيير، مرشح الدائرة الثامنة، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. تعبناك بهذا اللقاء، نتمنى نلتقيك ان شاء الله ونينوى ناهضة كدول العالم ومدن العالم، وان شاء الله يعني الخير قادم باذنه تعالى على يد الخيرين ان شاء الله. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. الشكر الجزيل لكم ولمستمعيكم ولقناتكم المفضلة. انا اسف جدا. مشاهدينا الكرام، حتى ألتقيكم في حلقة مقبلة من برنامج عن قرب، تقبلوا تحياتي وتحيات زملائي في كادر العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.